أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.